ظل الشارع العام في جنوب كردفان متابعا لكل جولات المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية الشمال، علها تفلح في وقف الحرب وإنهاء معاناتهم، حتى آخر جولة تمت في برلين بين الطرفين، ولكن فشلها حمل مواطنين في الولاية إلى مطالبة المتمردين والحكومة إلى تقديم التنازلات من أجل حل الأزمة ووقف الحرب. نحن كمواطنين بولاية جنوب كردفان كنا منتظرين الجولة بتاعت برلين دي في أمل إنه تطلع علينا بقضايا بتكون خاصة المنطقة، يعني أقل حاجة يكون وقف إطلاق النار. الناس الشايلين السلاح الأخوان، أنا بناشدكم من هنا الأخوة حملة السلاح دي، القضية دي يا جماعة خلوها تكون قضية في إطار بتاع كادوبلي، وما تدخلوا القضايا التانية ما لها علاقة بينا. نحن هنا في كادوبلي الآن لو وقع صاروخ هيقع هنا في كادوبلي، ما بقع في المناصير ولا بقع في الفجر، بقع في أهلكم هنا في كادوبلي. القضايا خلوها تكون داخل المنطقة دي بس ما تطلوها برا يا جماعة. ويرى مواطنون آخرون أن تطاول أمد الحرب يعني مزيد من القتل والتشريد للأهالي، مما يحمل أبناء الولاية في المتمردين مسؤولية تاريخية تجاه المنطقة وأهلها وقضاياها. القضية دي أصلا عندها ناس حاسين بها، يعني الناس ما حاسين بالقضية دي، الشيء الواضح أنه نازل القضية دي ما حاسين بها. ناس ياسر عرمان وحلو وعقار ديل ما حاسين بالقضية دي ولا حاسين بها يعني حزاتنا. يعني كادوبلي دي الا الزول اصلا هو حاسي بالتماس بتاعه يعني الدمره بتحرق الواطيه، ده المفروض يحصل. يعني نازل المفروض يحسوا بالحته دي. الشيء المؤسف انه النازل ما قادر يحسوا، ما قادر يحسوا الشيء دارين منهم يا اخي رجع انه دارين منهم انه يتراجعوا نفسهم. الوضع المأساوي الذي خلفته الحرب على مدى نحو 5 أعوام وجولات التفاوض الماريسونية مع التذبذبات في مواقف المتمردين يفسره برلمانيون محليون بأنه ارتباط بأجندات خارجية للمتمردين. ونحن عارفين في أن الحركة الشعبية أصلا يعني دائما بتنفس أجندة خارجية، وكل المواطنين كانوا متفائلين في أنه شغل أنه المحادثات دي حتؤدي للسلام، لأنه يعني الناس أصلا ماسكين زمام الحركة الشعبية وماسكين زمام التفاوض ما هم أصلا عندهم علاقة بجبال النوبة، وبالتالي أنه يعني ما كنا متوقعين منهم في أنهم يوافقوا لتوقيع اتفاقية حتى لأنه ينعموا بها الناس كلها في جنوب كردفان. حالة من الإحباط سادت الشارع العام هنا في جنوب كردفان بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية الشمال، ويقول مواطنون في الولاية إن الجولة فشلت لأن قادة المتمردين ليس لهم علاقة ولا ارتباط بالقضايا الأساسية لإنسان المنطقة. محمد إسماعيل الشروق، ولاية جنوب كردفان، مدينة كادو.